اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا. والحقيقه على مدار حلقتنا وعلى مدار بقى الفتره اللي فاتت كلها وتحديدا بعد انتهاء بطوله الدوري وفتح باب القيد امام الانديه المصريه بقى في يعني المنافسه المعتاده، وكل الانديه بتحاول ان هي تكون بتجلب صفقات جديده، صفقات مهمه. ولكن خلونا في الفقره دي بالتحديد من حلقتنا نسلط الضوء اكتر على الصفقات اللي ابرمها قطبين كره القدم المصريه، نادي الاهلي ونادي الزمالك. اكيد عملوا صفقات كتيره وجماهير بقى الفريقين مستنيين ايه من الصفقات دي، من اللعيبه ممكن يكونوا يعني نقطه تحول بالنسبه للفريق في الموسم اللي جاي وكمان على المستوى الافريقي. بينضم الينا الاستاذ جمال محمد جمال المحلل الرياضي. حابين نصبح عليكم، منورنا. ازيك يا فرح، صباح الخير عليكي. صباح وصباح الخير يا ميرا، ودايما منوره. صباح الفل عليك. ازيك، عامل ايه؟ يعني ليك وحشه بقالنا فتره عشان احنا بقى عندنا اثنين محبه جمال، فانا مش عارفه كنت هتبقى انهي حد فيكم. صباح الفل عليك ومنورنا ودايما بنسعد بوجودك معانا. طبعا في البدايه عايزه اتكلم معاك عن المباراتين اللي يمكن يكونوا مهمين جدا يوم السبت. خلاص بنتكلم على خلاص يوم واحد، يعني بكره الجمعه، السبت ان شاء الله يوم ناري كده، مباراه نادي الزمالك مباراه النادي الاهلي في البطوله الافريقيه. عايزين نعرف منك، بقالي كذا يوم عمال اقول ان مواجهه الاهلي ممكن تكون اصعب شويه مع الاتحاد المنستيري. لو هتكلم معاك عن المواجهه دي الاول، تعليقك ايه عليها؟ شايف الاتحاد المنستيري هيبقى منافس قوي، خصوصا ان هو مكانته جيدة في الدوري التونسي وعنده شغف كبير جدا. كمان كان معايا بعض التصريحات من المسؤولين في الاتحاد المنستيري بيستعدوا بقوة ومتضايقين كمان ان هم هيواجهوا الاهلي في المباريات الاولى، يعني هم كانوا بيتمنوا ان هم يقابلوه يمكن قدام شوية، فده مأثر عليهم، ولكن معنوياتهم مرتفعة ومصدرين ده بشكل كبير جدا للاعبتهم علشان يكون عندهم ثقة بالنفس ويقدموا اداء رائع امام النادي الاهلي. شايف المباراة دي هتكون عاملة ازاي؟ طيب خلينا نبدا ونقول ان الاتحاد المنستيري فريق حقق شكل جديد للاتحاد المنستيري في السنتين ثلاثه اللي فاتوا، يعني في ظل ازمه ماليه كبيره بيعاني منها معظم الانديه هناك في تونس. الاتحاد المنستيري ماشي بشكل جيد جدا، قدر انه ياخد بطوله كاس تونس موسم 19 20، قدر انه ياخد بطوله السوبر التونسي في موسم 21، والمباراتين كانوا على حساب نادي الترجي. من هنا خليني اقول لك انه لما انا اتجاوز فريق بحجمه واسم وقيمه نادي الترجي في مباراتين، مباريات نوك اوتس ببطولتين، ده بيقول لك انه في شخصيه عند فريق الاتحاد المنستيري. فريق بدا انه يدخل الصوره التنافسيه بشكل كبير جدا في الكره التونسيه خلال الفتره الماضيه، كمان مع التدعيم المالي والتدعيم الفني بشكل كبير خلال الموسمين اللي فاتوا، قدر انه ينافس على الدوري التونسي بشكل جديد الموسم الماضي، وخسر الدوري التونسي في الرمق الاخير بفارق نقطتين فقط عن نادي الترجي، وبالتالي تاهل للمشاركه في دوري ابطال افريقيا. الاتحاد المنستيري كمان قدر انه يتجاوز الجيش الرواندي، خاصه بعد الخساره في مباراه الذهاب بهدف للا شيء، قدر انه يعود بثلاثيه على ارضه، بيقول لك برضه انه الفريق عنده شخصيه، قدر انه يرجع بعد خساره في مباراه الذهاب، قدر انه يرجع على ملعبه مستقبل الناس بثلاثيه. ده على الصعيد الاسم، على صعيد اسم فريق الاتحاد المنستيري. على الصعيد التصريحات، وانا يعني في بدايه كلامي بتكلمين عن التصريحات، يمكن هم واخدين شويه من شخصيه داركو نوفيتش المدير الفني الصربي لفريق الاتحاد المنستيري، ومدرب هادئ جدا متزن جدا في تصريحاته، بيحاول يروح دايما الى المنطقيه والعقلانيه في تصريحاته، بيتكلم على اسم النادي الاهلي وان هو كان شايف انه لو منافس في درجه اقل من فرق التصنيف الاول في دوري ابطال افريقيا كان هيكون عنده فرص انه يتواجد في دور المجموعات، لكن في تصريحات نفسيه في المقام الاول بيرفع بعض الضغوط عن لاعبيه، بعمل مباراه وديه اخيره امام الترجي التونسي وتعادل بهدف مقابل هدف استعدادا لمواجهه النادي الاهلي، كمان اختياره للعب المباراه في الثالثه عصرا بتوقيت تونس الرابعه بتوقيت القاهره، ده شويه عشان يحط النادي الاهلي تحت الضغط بلعب المباراه نهارا، لكن النادي الاهلي تدارك الامر ده مبكرا ولعب ثلاث مباريات وديه على ملعب الاهلي السلام في نفس التوقيت الرابعه عصرا بتوقيت القاهره. ده على صعيد اطار المباراه العام، اما على صعيد الشكل اللي بيلعب فيه الاتحاد المنستيري بعجاله، عشان عارف طبعا الوقت بيبقى صعب شويه الصبح، فبيشتغل بالأربعة ثلاثة ثلاثة، فريق منظم جدا في الشكل الهجومي، يمكن عندهم مشاكل في التغطيات وراء الأظهرة، عندهم مشاكل في الرجوع والارتداد بالنسبة للخط الخلفي، لكن الخط الهجومي بتاعهم خط جيد جدا، بيعتمدوا على الثلاثي هيكل الشيخاوي إدريس الحرس وزياد العلوي. دي أبرز الحاجات
عشان مش هيبقى في وقت نكمل مور ديتيلز يعني على الاتحاد المنستيري. اتفضل. خلينا بقى بما اننا بدانا كلامنا بالمباراتين المرتقبتين يوم السبت، خلينا برضو اتسالك على مباراه نادي الزمالك. منافسه صعب شويه ان انت تكون بتدرسه الى حد ما، لان هو مش ظاهر على الساحه بشكل كبير. الفريق البروندي في لامبو، قربنا منه اكتر كده وعرف الجماهير بيه. طيب زي ما انت قلت، هو فريق جديد حديث التكوين، تم تكوينه في موسم 2016، فريق حديث العهد حتى في الكره البرونديه نفسها، واسمه كامل بلانكو سنترال. كان اسمه القديم لانه كان تابع لاكاديميه اسمه لوما ساجير. فرقه لوما ساجير دي كانت فرقه اوريدي موجوده، ومن ضمن الوقائع الطريفه انه الفرقتين بقوا موجودين، فرفض الاتحاد البروندي في 2017 موسم 2017 ان فرقه فلامبو سنترال تكون موجوده بنفس الاسم، حتى مع تغيير الاسم من لوما ساجير لفلامبو دو سنترال، وبالتالي لعبوا من الدرجه الثانيه في موسم 17 موسم 2017. اول مواسمهم كان موسم 2018 في الدوري الممتاز، قدروا بعد ثلاث سنين ان هم يفوزوا في موسم 2021-2022 بأولى بطولاتهم بعد تأسيس النادي في 2016 النسخة الماضية من الدوري البروندي ليتأهلوا لمواجهة نادي الزمالك في دور ال 32. آخر مباراة لعبها فريق فلامبو سنترال كانت أمام فريق أفيتا، تعادلوا 1-1 يوم 1 أكتوبر الماضي، يعني من خمس أيام تقريبا، وعندهم مباراة تم تأجيلها لمواجهة نادي الزمالك. طبعا ناس كتير بتسأل ليه فلامبو دو سنترال فريق من بروندي هيلاعب نادي الزمالك المباراتين في القاهرة، مش بس نظرا للإمكانيات المادية، لكن كمان لأن الملعب بتاع مونسيبالتي موينجا، الملعب ده الملعب الرئيسي بتاعهم في بروندي، ملعب غير معتمد من الكاف، وبالتالي لا يمكنهم اللعب عليه، فلجأوا إن هم يلعبوا المباراتين في القاهرة. فريق فلامبو دو سنترال فرقه ما عندهمش لعيبه معروفين كتير، فرقه ما عندهمش عناصر يقدر الناس تشاور عليها تقول ان دول العناصر المؤثره، يمكن ابرزهم عنصرين تم التعاقد معاهم خصيصا لدوري ابطال افريقيا، لعيبه من بروندي مش لعيبه اجانب، لكن كانوا موجودين بيلعبوا خارج الدوري البروندي، يمكن اشهرهم لعيب اسمه جيلبرت، لعيب رقم 21، ده سجل هدفين في مباراتي الذهاب والعوده في دور ال 64، واللعيب الثاني اسمه ديدون قادم من زيسكو يونايتد الزامبي، لعيب رقم 10. فده لكل جماهير نادي الزمالك، وطبعا للجهاز الفني لنادي الزمالك، لانه صعب انك تحصل على فيديوهات او مباريات كتير لفرقه فلامبو، ودول ابرز اثنين لعيبه على نادي الزمالك المركز عليهم قبل مباراه الذهاب والعوده. طيب لو رحنا معاك بقى للصفقات اللي ممكن ان احنا نشوفها في المباريات، يعني ابتدي معاك بالنادي الاهلي، من وجهه نظرك ممكن نبتدي نشوف بقى، لو اتكلمت كده عن شادي حسين، هل خلاص هيبتدي يدخل في كميه الفريق ونشوفه بيشارك افريقيا مع النادي الاهلي في المباراه امام الاتحاد المنستيري؟ لو رحنا على نادي الزمالك، مين من الصفقات اللي من وجهه نظرك ممكن نبتدي نشوفهم؟ هل ممكن يكون عمر جابر؟ هل ممكن يكون ابراهيم ناداي؟ زكريا الوردي؟ مصطفى الزناري؟ يعني شايف من وجهة نظرك مين اللعيبة هنا وهنا؟ كمان صفقة برازيلية بالنسبة للنادي الأهلي اللي تم حصنها برضو بالفعل، أعتقد أنه سامسون ممكن يكون بعيد شوية عن المشاركة إفريقية مع نادي الزمالك، ده نظرا طبعا أنه هو لسه جاي ما بقالوش يومين ثلاثة يعني. فمين اللي خلاص أنت شايف أنه مؤكد أن احنا نشوفه ونبتدي نستمتع بيه في أول ظهور لي مع فريقه؟ خليني اقول لك ان مش كل اللاعبين طبعا في نادي الزمالك تم قدهم افريقيا، في لاعبين هيلحقوا في حال تأهل نادي الزمالك من اول دور المجموعات اللي هيكون بعد شهر يناير، فيتم قدم افريقيا في شهر يناير. طب مين اللاعبين اللي ممكن نشوفهم في نادي الزمالك في التشكيل الاساسي؟ يمكن التشكيل مش هيبعد كتير عن مباراه دور ال 64 امام إليكتيل تشادي، بشكل كبير جدا الراجل فيريرا بيثبت التشكيل، بيلعب بال 3-4-3، هيعتمد على نفس الثلاثي في الخط الخلفي. يمكن نشوف ابراهيم ناداي هو واحد من اللاعبين، نظرا الى انه في لسه نواقص عند نادي الزمالك في على صعيد الاجنحه، فممكن نشوف ابراهيم ناداي واحد من اهم الاوراق اللي يعتمد عليها مبكرا فيريرا انه يكون موجود في تشكيل الزمالك.
صعب جدا انك تشوفي باقي الاوراق نظرا اما لعدم القيد او لحداثه الدخول في التدريبات للزمالك زي سامسون اكينولا. الراجل لسه واصل من 3 ايام في الخط التدريبي فقط مع نادي الزمالك. فدي يمكن اهم الاوراق اللي ممكن اعتمد عليها جوزيه فريرا هو ابراهيم مضاي نظرا زي ما قلنا لقله العناصر في الخط الامامي في الفتره الحاليه، يكون مرافق لاحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري في الخط الامامي في الشكل اللي بيلعب فيه اسفالتو فيريرا 3-4-3. يمكن لاحقا ان شاء الله حال تاهل نادي الزمالك لدور المجموعات نبتدي نشوف باقي العناصر سواء عمر جابر، مصطفى الزناري، دونجا، زياد الوردي، سامسون اكينولا او باقي تعاقدات نادي الزمالك. لسه معنا كمان 5 ايام وارد ان يحصل اي تعاقدات دي. يعني في دقيقه عشان ده المتبقي معانا تقول لي كده منتظر ايه والجماهير تنتظر ايه من صفقات اللي النادي الاهلي ونادي الزمالك عملوها في ميركاتو الصيفي، الى اي مدى ممكن نشوفهم فعلا فارقين مع الفريقين؟ طيب ناخد النادي الاهلي في نص دقيقه علشان اتكلمنا على الزمالك وقلنا مين هيدخل. فالنادي الاهلي شادي حسين وبرونو سافيو دخلوا وانخرطوا في كل المباريات الوديه 3 مباريات اللي اشتغل بيهم مارسيل كولر استعدادا لمباراه الاتحاد المنستيري. برونو سافيو بشكل كبير جدا هيكون في التشكيل الاساسي للنادي الاهلي يوم الاحد ان شاء الله. شادي هيكون ليه دور في المباراه سواء من على مقاعد البدلاء. يمكن مصطفى ميسي اللي دخل متاخر رغم قيده افريقيا فصعب انه يتواجد في المباراه بشكل كبير، لكن الثنائي برونو سافيو وشادي حسين هيكونوا موجودين. بالنسبه للصوره العامه بالظبط ده اللي اقصده بعيدا عن ماتشين بتكلم بشكل عام في الموسم. انا شايف انه نادي الزمالك دعم معظم المراكز بتاعته بشكل كبير من خلال التعاقدات التعاقدات حتى كمان مع عوده محمد صبحي دعم كل المراكز اللي هو محتاجها. يمكن بسم الله هم يعني الجبهه الشمال لازال نادي الزمالك بعد رحيل اشرف بن شرقي مفيش لاعب مركزه الاساسي هو جناح ايسر. يمكن ممكن يودي احمد سيد زيزو، ممكن يودي ابراهيم مضاي، ممكن يبتدي يعتمد على امام عاشور في الجناح الايسر، لكن مفيش لاعب هو مكانه الاساسي. يمكن ده هو المركز اللي ناقص نادي الزمالك، لكن معظم التعاقدات خفت بشكل كبير جدا اماكن الناقصه عند نادي الزمالك. يمكن النادي الاهلي لازال جاري العمل على صفقتين بالاضافه للثلاث صفقات اللي ابرمهم. لو نجح نادي الاهلي في حسم الصفقتين دول فارتفع العدد لـ5. اعتقد انه هيكون الرهان الوحيد هو مركز 8 اللي ما تمش فيه الدعم بشكل كبير، لكن باقي المراكز هتكون تم دعمها خاصه من الخط الهجومي اللي اكد اداره النادي الاهلي انه الخط الامامي هو الخط الابرز للدعم قبل حتى بدايه الميركاتو. فنتمنى التوفيق للفرقتين ان شاء الله يوم الاحد والفرقتين يتاهلوا بنتيجه جيده في مباراه يوم السبت بقى في مباراه العوده ان شاء الله يوم السبت والحد ان شاء الله باذن الله. طيب هروح معاك برضو بشكل عام، يعني لو خرجنا بره كده وشفنا المشهد ده من بره، شايف مين اكتر فريق فعلا استفاد بتدعيم الصفقات بشكل عام في الدوري المصري في فتره التوقف؟ طيب فرقه المصري دعمت بشكل كبير جدا، عملت تدعيمات برئيس النادي المصري الجديد الاستاذ كامل ابو علي دعم بشكل كبير. فرقه فيوتشر دعمت بشكل جيد جدا اماكن النصر في فرقه فيوتشر كده بالدعم، مفيش سبوت كبير قوي على الفريقين طبعا، لكن دعموا بشكل قوي جدا خلال الفتره الماضيه. طبعا ده بعيد عن القطبين، اتكلمنا على القطبين، لكن شايف ان فرقه فيوتشر وفرقه المصري معاهم كمان فريق الاسماعيلي اللي بيحاول انه يعود بقى ما يدخلش في نفس الازمه اللي دخل فيها الموسم الماضي. دعم بشكل جيد جدا، تعاقد مع بعض الصفقات منهم صفقات من شمال افريقيا سواء من تونس تراش شواط تحديدا واحد من ابرز التعاقدات اللي تعاقد معاها نادي الاسماعيلي، ركز على دعم الاجانب، غير الخمسه الاجانب كلهم، نادي المصري نفس الشيء. فاعتقد ان الثلاثي ده تحديدا هم الابرز في الدعم خلال الميركاتو الحالي واللي مفترض ان هم يظهروا بشكل افضل مما كانوا عليه الموسم الماضي. طبعا فيوتشر يكمل على الموسم الماضي نفس النهج اللي ماشي بيه. بكل تاكيد انت بتشرفنا، والحقيقه المعلومات اللي قلتها عن فلامبو بالتحديد لان هو فريق مش ناس كتير على درايه وبمعلومات عنه عكس الاتحاد المنستيري اللي هو ممكن يكون سهل توصل لمعلومات عنه. بنشكرك عليها جدا يا دكتور محمد، دايما بتنورنا ودايما بتضيف بمعلوماتك حاجه ايجابيه جدا للحلقه، فبشكرك عليها. شكرا جزيلا المحلل الرياضي الدكتور محمد جمال، نورتنا. وبنشكرك طبعا على كل المعلومات والاضافات التحليليه.